الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نجتمع اليوم الموافق الأربعاء 17/8 مع ممثل جامعة سيدي محمد بن عبد الله في المملكة المغربية بفاس في المملكة المغربية، وقد التقينا لكي نجتمع ونوقع على بروتوكول الشراكة والتعاون التي ستكون بيننا. طبعا بداية وقبل كل شيء أقدم الدكتور مروان عبد المجيد لنبدأ بإجراءات البروتوكول. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور مصعب، رئيس جامعة سليمان الدولية للتعليم عن بعد ولاية هاتاي أنطاكيا بتركيا. أولا أيها الحضور الكرام، الدكاترة الكرام، كل بصفته وجنسيته وبلد إقامته. إذن في البداية كما جاء في افتتاح الدكتور مصعب وقبل التوقيع من طرف الدكتور مصعب على الاتفاقية التعاون بين جامعة سيدي محمد عبد الله بفاس بالمملكة المغربية وكذلك جامعة سليمان الدولية للتعليم عن بعد بولاية هاتاي بأنطاكيا بتركيا، سأقدم لكم ورقة عن جامعة سيدي محمد عبد الله، ورقة مختضبة حتى لا أطيل عليكم. جامعة سيدي محمد عبد الله التي توجد بجهة فاس مكناس بالمملكة المغربية، تم إحداثها سنة 1975، ولكن مبدئيا بعد أن ورثت كلية الشريعة يمكن اعتبارها من أقدم الجامعات المغربية بحكم أن كلية الشريعة كانت تنتمي إلى جامعة القرويين. من بين مبادئ جامعتنا التي يترأسها الدكتور رضوان مرابط، دكتور رضوان مرابط تخصص إعلاميات والذي سبق أن مارس مدير لمدرسة المهندسين في الإعلاميات وكان كذلك رئيسا لجامعة محمد الخامس بالرباط سابقا قبل أن يكون رئيسا لجامعة سيدي محمد عبد الله. جامعة سيدي محمد عبد الله ترتكز على مبدأ أساسي في عملها وهو حضوريا أو عن بعد نظرا للجائحة التي يعيشها العالم الطالب أولا. هدفنا ورسالتنا هي الطالب. أنا بهذه المناسبة سأخبر أن الحضور الكرام بأن جامعتنا جامعة سيدي محمد عبد الله مرتبة وطنيا، يعني بالنسبة للمملكة المغربية الأولى خلال 3 سنوات الأخيرة حسب الرانك إدوكيشن هاير إدوكيشن، وترتكز في مرجعياتها على الأهداف المسطرة من طرف صاحب الجلالة نصر الله في كل مناسبة يؤكد على الحقول المعرفية والبحث العلمي والتعلم. جامعتنا تتكون في بالنسبة لهيكلتها الإدارية من مجموعة متميزة كالدكتور عبد الغني الأشقر، فهو نائب رئيس الجامعة مكلف بالشؤون البيداغوجية، والدكتور إبراهيم أقديم نائب الرئيس مكلف بالبحث العلمي، وكذلك عبد ربيه مكلف بالشؤون الإدارية والمؤسساتية. عبد القادر مروان معكم. كذلك الدكتور عبد الإله السيار الذي هو وسيط الجامعة، هذا حسب الهيكلة القديمة، لكن حسب الهيكلة الجديدة فهناك عوض نواب الرئيس، هناك مدير أخطاب. سي إبراهيم أخديم مدير قطب البحث العلمي، والأستاذ عبد الغني الأشقر مدير قطب الشؤون البيداغوجية، وعبد ربيه مدير قطب الشؤون الإدارية والمؤسساتية، والأستاذ مصطفى الحضرامي مدير قطب
دراسات الدكتوراه، والدكتور علي إبريز مدير قطب المعلوميات والدراسة عن بعد. جامعتنا تتكون من 12 مؤسسة التي تشتغل حاليا، ومؤسسة ستنطلق السنة المقبلة. هناك مجموعة من الكليات وكذلك مجموعة من المؤسسات يديرها عمداء ومديرون، وهناك معهد كما قلت الذي سيفتتح السنة المقبلة. إذن بهذا تكون جامعة سيدي محمد عبد الله بجهة فاس وكذا. جامعتنا تسمى باسم السلطان سيدي محمد بن عبد الله أحد السلاطين العلويين الذي ترأس الحكم بالمغرب، الذي عاش بين 1790 و 1757، وتأسست جامعتنا كما قلت في البداية جامعة سيدي محمد عبد الله بفاس بالمملكة المغربية عام 1975، وتتوفر على تخصصات كثيرة، يعني الحقول المعرفية من العلوم الإنسانية والعلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية وتكوين المهندسين إلى غير ذلك. الجامعة في أرقام حتى لا أطيل على ما حضوركم الكريم، جامعتنا تتوفر على 93 حوالي 93 ألف طالب و 530، تتقسم أو تتجزأ على الشكل التالي: مثلا إذا أخذنا المسجلين الجدد في سلك الإجازة يتراوح العدد حوالي 30 ألف طالب، وتتوفر ويتم تخرج خلال كل سنة ما يناهز ما بين 12 ألف و 13 ألف خريج سنويا من سلك الإجازة. تتوفر كذلك مؤسستنا على 1708 ديال الأساتذة باحثين و 726 إطار إداري وتقني. تتوفر جامعتنا كذلك على سلك دكتوراه في التخصصات في الطب والصيدلة، وكذلك في الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، وكذلك على دبلوم المهندسة ودبلوم التجارة، وكذلك الإجازة، وكذلك مسالك الدكتوراه 93 مسلك إجازة و 25 مسالك الدكتوراه و 99 مسلك الماستر المتخصص و 45 وحدات البحث الدكتوراه والتخصصات الطبية والصيدلة والدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ودبلوم المهندس. المؤسسات الجامعية كما قلت قبل قليل وأذكرها بالاسم الآن، فهناك كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمركبين، تتكون جامعتنا من أربع مركبات: مركب ظهر مهراز ويتكون من ثلاث مؤسسات: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكذلك كلية العلوم. هناك مركب كذلك مركب سايس يتكون من المدرسة العليا للتكنولوجيا، ويتكون من كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، ويتكون من كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، تكون من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وكلية العلوم والتقنيات، وكلية الشريعة، والمدرسة العليا للأساتذة. وكذلك بالنسبة لمركب تازة يتضمن كلية متعددة التخصصات، فيها تخصصات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والعلوم، وكذلك بالنسبة للآداب والعلوم الإنسانية. إذن أربع مركبات تتكون منهم الجامعة سيدي محمد بن عبد الله. هناك مجموعة مراكز تتضمنها جامعة سيدي محمد بن عبد الله: مركز الابتكار، هناك مركز التكوين المستمر عن بعد والإشهاد عفوا، هناك مركز المسار المهني والمهارات الذاتية، هناك مركز الإنتاج في التعليم عن بعد، وهناك مركز العمل الثقافي والاجتماعي، وهناك مركز ألسن للغات، وهناك مركز دراسة الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وإدارة الأعمال، وهناك مركز دراسات الدكتوراه في العلوم التكنولوجيا والعلوم الطبية.
وهناك مركز دراسات الدكتوراه في العلوم الإنسانية والفنون والتربية، وهناك متحف للعلوم. جامعتنا خلال هذه السنة وقعت على إحداث مجموعة من التوسيعات وكذلك إحداثات جامعية جديدة تقدر بما يناهز 640 مليون درهم، الذي يناهز 61 مليون دولار أو أورو بالنسبة لإحداثات أو توسيعات جديدة من أجل تعدد التكوينات وخلق ظروف مواتية كذلك للمرتفقين للطلبة. كذلك يمكننا أن نتحدث في مجال البحث العلمي والابتكار، أنه جامعتنا مثلا منذ 2016 إلى 2020 كي نعطيكم بالأرقام المنشورات في الويب أوف ساينس ولا في سكوبيوس بيبليكيشن، كان مثلا في 2016 كان 710 ديال في سكوبيوس و 871 في 2017، 922 في 2018، 1121 في 2019، وبلغت سنة 2020 1222 بالنسبة للنشر سكوبيوس. وكذلك وهذا يدل على شيء، إنما يدل على اجتهاد مكونات الجامعة، الأساتذة باحثين وكذلك من يسهل عملهم من أجل تموقع من بين جامعات سواء مغربية أو أفريقية أو عربية أو دولية في مكان البحث العلمي. كذلك بالنسبة للويب أوف ساينس، ف 2016 كانت 482 منشور، كذلك 2017 577، 2018 635، 2019 721، 2020 وصلنا 2780. فكذلك يدل هذا على شيء، وهذا التطور الذي يظهر من الأرقام المذكورة على أن الجامعة تدعم من أجل تموقع وطنيا جهويا إفريقيا وعربيا وكذلك دوليا. إذن كذلك يمكننا أن نتحدث عن براءات الاختراع واجتهاد الأساتذة الباحثين من أجل الاختراع هم الطلبة الباحثين. ففي سنة 2014 وطنيا كانت براءتين، 2016 براءة واحدة وطنية، 2018 8 براءات وطنية وبراءتين دوليتين، 2019 طفرة هناك كذلك 10 براءات وطنية وبراءتين براءات اختراع دولية، 2020 24 براءة وطنية وأربع براءات دولية. في إطار التعاون اتفاقيات كما هو الشأن بالنسبة لحضورنا اليوم، فكيظهر من الأرقام أن لدينا اتفاقية ثنائية من أجل أطروحة الدكتوراه عددها 53، اتفاقية تعاون دولية 142 اتفاقية دولية، اتفاقية تعاون وطنية 104، مشاريع وبرامج للبحث 80 برنامج، مشاريع تعاون ثنائية في طور الإنجاز 52، اتفاقية دبلوم وزدوج 10 اتفاقيات. وكذلك جامعتنا عضو في العديد من الشبكات الدولية بلغ عددها الآن 4 اتفاقيات. إذن بالنسبة إلى لحظة أن وما نحن في صدده اليوم بجامعة سليمان الدولية للتعليم عن بعد أجل الاتفاق على أساس هذه العملية، كنلاحظ بأن مع ظهور الوباء جامعتنا كذلك طورت بشكل متميز التعليم عن بعد جراء هذا الوباء. التعليم عن بعد بلغت إنتاجات الجامعة خلال الفترة الأخيرة 15,036 إنتاج، هذه الإنتاج تتجزأ ما بين منتوجات من أجل الإذاعة أو الإذاعات الوطنية وكذلك من أجل التلفازات القنوات الوطنية وكذلك عبر الموقع مواقع الجامعة، والذي سهل على طلبتنا رغم الظروف التي يجتازها العالم أن تكون دائما حاضر الطالب في صلب اهتمام سواء الأساتذة الباحثين أو الأطر الإدارية أو مدبرو الجامعة. كذلك يمكننا أن نتحدث بالنسبة لتنظيم الأبواب المفتوحة من أجل الطلبة الجدد، فهناك منصات لتوجيه الطلبة ولحثهم
ولتوضيحهم وتسهيل اختياراتهم المستقبلية بعد نجاحهم في البكالوريا. كذلك ساهمت الجامعة خلال الفترة التي أتحدث عنها الآن، فترة هذا الوباء التي نتمنى ونطلب الله العلي القدير أن يرفعه عنا، أنه صنعت أقنعة واقية للأطر الطبية والتمريضية في هذه الفترة. كذلك تحويل قناع الغوص من أجل التنفس الصناعي، هذه كلها من ابتكارات الجامعة، وأجرت موائد مستديرة تناولت مواضيع متعلقة بفيروس كورونا، سواء منها الطب النفسي، سواء تخصص طبية، سواء تاريخيا أو بيئة إلى آخره. وفي الأخير هناك منصات رقمية تتوفر عليها الجامعة، منصات تعليم عن بعد، وتتوفر على منصات التوجيه، ومنصات الالتحاق بالجامعة، ومنصات للخريجين، ومنصات للتسجيل في التغطية الصحية الخاصة بالطلبة، وكذلك منصات مكافأة النشر في المجلات الدولية. وأكون قد أعطيتكم نبذة ولو موجزة عن جامعتنا التي نحن هنا مع جامعة سليمان الدولية من أجل تتميم توقيع عن الاتفاقية من أجل التعاون إن شاء الله مستقبلا. شكرا دكتور مصعب ولكم الكريم. طبعا شكرا دكتور. أتحدث بلمحة مختصرة وموجزة حول جامعة سليمان الدولية. تأسست جامعة سليمان الدولية في العام 2007 في مدينة دمشق في الجمهورية العربية السورية، وبدأنا بالعمل منذ الانطلاق نظرا لظروف الحرب الدائرة في سوريا منذ العام 2011. اضطررنا إلى الانتقال إلى تركيا، وفي تركيا بدأ العمل من جديد بإعادة تأسيس هذه الجامعة بشكل كامل ومتكامل، وتم تسجيلها بشكل قانوني في الجمهورية التركية. تابعنا مسيرة العمل في الجامعة، وتم تسجيلها في إنجلترا وويلز في المملكة المتحدة. حصلت الجامعة على اعتماد هيئة المدارس والكليات والجامعات في المملكة المتحدة، هيئة الاعتماد الدولي أسيك. طبعا حققت الجامعة العديد من الاتفاقيات والتعاون مع الكثير من الجامعات والهيئات التعليمية، من جامعات تركية وجامعات في جمهورية مصر العربية وفي عدد آخر من الدول. والآن نحن نجتمع لنوقع الاتفاق مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المملكة المغربية. طبعا جامعة سليمان الدولية تتكون من عدد من الكليات إضافة إلى عدد من المؤسسات الملحقة. الكليات التي تعمل عليها الجامعة وبشكل متميز كانت كلية الحقوق بثلاثة أقسام، منها الدراسات القانونية، القانون الدولي، والعلوم الجنائية. أيضا هناك كلية الإعلام والاتصال بعدد من الاختصاصات، أيضا هناك كلية العلوم السياسية، هناك كلية الدراسات العربية والإسلامية، وهناك أيضا كلية الاقتصاد والإدارة بأربع أقسام، منها كلية إدارة الأعمال والتسويق، وكلية التسويق والتمويل والمصارف والمحاسبة. طبعا إضافة إلى كلية التربية والإرشاد النفسي بقسمين، معلم صف وإرشاد نفسي. طبعا هناك أحدث كلية الدراسات الشرق الأوسطية من جديد في هذا العام، بدأ إطلاقها والعمل عليها، وعميدها الدكتور جميل اسكندر.
طبعا لدينا من الفروع التطبيقية كلية الهندسة المعلوماتية وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات. طبعا المؤسسات الملحقة بالجامعة، هناك الغرفة العربية التركية للتحكيم، هناك الوكالة العربية للملكية الفكرية، طبعا هناك الشبكة، شبكة الأعمال الإنسانية، هناك الأكاديمية المهنية. طبعا يعني هناك هذه الملحقات هي ضرورية لكي يستمر العمل وكي يبقى التطور مستمر. نحن طبعا قدمنا على عالميا مدير التقنية والمعلومات في الجامعة الذي تم بإشراف الجامعة، حصل على المركز الأول عربيا بهندسة بعلوم صفحات الويب وتطويرها، وأيضا حصل على المركز الثاني على مستوى آسيا وأستراليا، وأخيرا في هذا العام حصل على المركز الأول على مستوى العالم في تايوان، في دولة تايوان. طبعا وكانت المنافسة شديدة، واستطاعت بإشراف الجامعة جامعة سليمان الدولية أن يحقق المتسابق المركز الأول عالميا، وهناك تطوير وبراءات اختراع في مجال التقنيات وعلوم الحاسب والأمور التقنية بشكل عام، ولا سيما تطوير صفحات الويب. طبعا الجامعة منذ نشأتها عملت على إنشاء العديد من الموسوعات العلمية، فأسست الجامعة عدد من هذه الموسوعات، منها موسوعة الاستشراق والدراسات الشرق أوسطية، الموسوعة العالمية لقانون الأسرة، الموسوعة العالمية للتحكيم وحل النزاعات المدنية والتجارية. طبعا نحن نعمل بشكل مستمر من أجل التطوير ومن أجل الاستمرار، وطبعا نحن منذ بداية العام 2009 بعد تفكير مطول رأينا أن نحدث تغييرا بما يتناسب مع الطلبة، فوجدنا أن التعليم التقليدي متاح للجميع، لكن التعليم عن بعد هي نشأة جديدة بدأت في سوريا منذ العام 2001، فأطلقنا منذ العام 2007 التعليم المفتوح والتعليم الافتراضي، يعني مسيرة التعليم عن بعد، وحققت نتائج ممتازة طبعا تحدثت عنها فيما سبق. نحن عندما جئنا إلى تركيا وأعدنا افتتاح الجامعة في الجمهورية التركية مع بداية العام 2013، وجدنا أن التعليم عن بعد هو ضرورة حتمية نظرا للأزمات والحروب المنتشرة في العديد من الدول، لكن عمليا ظهرت ضرورة التعليم عن بعد لكافة دول العالم وأنها ضرورة حتمية لا غنى عنها، ظهرت مع الجوائح التي بدأت مع كوفيد 19 كورونا، عندها أصبح التعليم عن بعد شيء لا بد منه، أصبح هو التعليم المستمر الحقيقي، لأن التعليم الجامعي كما تعلمون جميعا أيها السادة هو التعليم المستمر، فما دام هناك انقطاع أو عدم استمرار يعني هناك خلل في موازين التعليم، فجاء التعليم عن بعد ليتمم ويزيح هذه الفجوة، يزيل هذا الخلل
لأن الاستمرارية تبقى مستمرة في التعليم الجامعي والتعليم العالي، وهذا ما عملنا عليه وهذا ما نعمل عليه، ونحن مستمرون في عملية التطوير في هذه المجالات وفي برامج كثيرة لتبقى الأمور بغطاء كامل يغطي الطالب أينما كان في كل بلد كان وكيفما كان. نحاول أن نسعى من أجل بقاء مسير التعليم الجامعي والتعليم العالي بشكل عام. طبعا نحن في السنوات السابقة حققنا العديد من المؤتمرات الدولية المتميزة، ولا سيما في مرحلة كوفيد 19. في مرحلة كوفيد 19 نحن انطلقنا إلى المؤتمرات الدولية الافتراضية، يعني المؤتمرات عن بعد، ونحن بذلك استطعنا الوصول إلى تقريبا كامل الدول العربية والإفريقية وبعض الدول الأوروبية من خلال المشاركة سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى الباحثين طبعا، وهذا كله كان بالشراكة مع شركاء متميزين، ومن أول هؤلاء الشركاء كانت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس التي تميزت كثيرا بشراكاتها العلمية المتميزة سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى الباحثين. طبعا نحن مستمرون في العمل وإن شاء الله دائما نسعى للتوفيق، ونشكر الاستماع الجميع. شكرا. معك يا دكتور. وأود في الأخير أن أشكر الدكتور مصعب على هذه البادرة الطيبة، كذلك من طرف الدكتور رضوان مراد من أجل مصلحة الجامعتين إن شاء الله. ونتمنى لهذه الاتفاقية أن تأخذ بوادرها في القريب العاجل إن شاء الله، لأن أصبحنا مجبرين على التعليم عنه. طبعا أنا أشكر كثيرا المبادرة الطيبة من الدكتور رضوان المرابط، أشكره كثيرا، وطبعا نحن سعداء بأن يأتي إلى أنطاكيا الدكتور مروان لنستمر بتوقيع الاتفاق. أكرر شكري للدكتور رضوان المرابط، ونحن سنستمر بمسيرة التعاون، وإن شاء الله سيكون بيننا توسيع اتفاقيات ملحقة من أجل التعليم عن بعد سواء كان التعليم المفتوح أو التعليم الافتراضي. طبعاً سنمر الآن إلى توقيع الدكتور مصعب بعد توقيع الدكتور رضوان مرابط على الاتفاقية. بسم الله. بسم الله. نحن بهذه المناسبة نقدم درع جامعة سليمان الدولية لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، ونرسلها للدكتور رضوان المرابط بيد الدكتور مروان عبد القادر. فتفضل دكتور. معرفة واحدة. شكرا لكم مرة أخرى
على صبركم علينا وتقبلكم لنا، ومرة أخرى سنلتقي بتنسيق مع الأستاذ الدكتور محسن كوري الذي سيدير لقاء المغربي إن شاء الله. السلام عليكم. طبعا نحن نقدم دعوة للأستاذ الدكتور رضوان المرابط وجميع الكوادر التي تعمل بإدارته لزيارتنا هنا في الجمهورية التركية، وإن شاء الله نلتقي وجه لوجه قريبا مع الجميع. والسلام عليكم. شكرا لكم. عليكم السلام ورحمة الله.